أكيد شفت عنوان الفيديو. تريد تربح عملة تاركس يومية؟ تابع الفيديو للآخر. يا مرحبا بالناس الجدد، شكرا لاشتراككم على قناة كريبتالك. كالعادة شرح جديد. اليوم معانا موقع رائع جدا جدا، استغلوه في بدايته، موقع لربح عملة تاركس. راح نشوف طريقة التسجيل، طريقة الإيداع والسحب، راح نشوف إيش الخطط الاستثمارية، كم راح يعطينا بونس. استغلوه في بدايته، راح يكون عليه فيديوهات يوميا يوميا. انتوا عارفين في قناة التليجرام إيش معنى فيديوهات يوميا، فضروري استغلوه في بدايته. فيلا بينا على الشرح. هذا هو الموقع trx love. أول شي طريقة التسجيل، نحط الموبايل، لوجين باسورد، سيكوريتي باسورد، ورقم الإحالة الخاص بيني، كاباتشا وساين اب. أنا راح أعبي كل هذا وراح أرجع. فراح تجيك هالواجهة، أوكي. توتال بالانس أعطاك 6000 قطعة من عملة TRX، يعني ما يعادل تقريبا 347 دولار. هذا كأول هدية لك في الموقع. نشرح الموقع. هنا الديبوزيت، هنا الويدراو، هنا الشير رابط إحالتك، هنا التيم الناس اللي دخلت معاك، هنا الأب إذا تريد تحمل على الموبايل، هنا لوج أوت. طبعا هنا جوان تو بي مليونير ترون، هنا البلاتفورم داتا ديسبلاي، كم الناس موجودين. طبعا لاست أنونسمنت هذه هي، طبعا راح نشرحها بعد شوية. كل هاي الخطط كلها راح نشرحها بعد شوية من الآن. طبعا جلوبال بارتنر هو الوازيركس، كوانتكس، اوكي اكس، بيتمان، هيوبي، بايننس. هنا التريدين، هنا الانفايست، وهنا الشير والماين. اولا بنروح نشرح الخطط الاستثمارية اللي موجودة في الموقع هذه. في خطتين، نروح اول شيء على الانفايست، نضغط عليها ونشوف الخطط اللي موجودة. طبعا معانا الخطة الأولى مدتها 3 أيام، والخطة الثانية مدتها 30 يوم، الخطة الثالثة مدتها 60 يوم، الخطة الرابعة 90 يوم، الخطة الخامسة 180 يوم. إذا أنت تريد فقط الربح سريع، خطة 3 أيام، راح تضغط على الخطة هذه، بيعطيك ريت 5% مجموع الإيداع. يعني إذا أودعت 100 قطعة من عملة TRX إلى 500 قطعة، يعني إذا أودعت 100 قطعة TRX راح ترجع لك بعد 3 أيام 115، يعني تسحب الإيداع والبروفيت أو الربح الخاص بك اللي هو 15 TRX بعد 3 أيام. إذا أودعت 500 كذلك راح نشوف تسوي نفس الآلة الحاسبة بهذا الشكل، راح يبين معك. بالنسبة هذه الخطة اللي حق 3 أيام. في خطة تانية اللي هي خطة 30 يوم، بنسبة 6% يوميا راح تاخذ. إذا أودعت 500 راح ترجع لك 1400 لمدة 30 يوم، يعني بعد 30 يوم راح تسحب 500 زائد تقريبا 900 ربح، أوكي، يعني الباقي 1400، يعني كل الربح الخاص بك 1400. الحين أنا راح أسوي إيداع على الخطة الأولى حق 3 أيام. أول شي بروح على هنا رشارج أو ديبوزيت، انت بتروح على هوم، اوكي، تبين معاك ديبوزيت، راح تختار ترانسفر تو بروموشن اكاونت اذا تريد خطة الاستثمارية هذه. اما اذا تريد باسيك اكاونت، كل يوم راح يعطيك يومي سحب بسيط تسحبه وهكذا. بالنسبة لهذا الخطة، بالنسبة للباسيك اكاونت، فمينيموم هو 5 TRX ايداع، اوكي. اما البروموشن اكاونت فمثل ما خبرتكم الخطة الاستثمارية اللي راح نسويها الان، يعني بنروح على الديبوزيت، بعدين اروح على ترانسفور تو بروموشن اكاونت، وهنا اخد الوالت الخاصة بي فقط يبين معي. فهذه هي الوالت الخاصة بي، اوكي، كوبي ادريس، بروح على ترون الخاص فيني، ابعت لهم 100 قطعة من عملة TRX. بس انتبه هنا، لازم يكون في حسابك TRX، يعني المحفظة الخاصة بك، تقريبا 102، عشان راح تدفع رسوم حق الترون، شبكة الترون. فراح نروح على ساند ريسيفر اكاونت، هي هذه، راح نكتب هنا 100 قطعة، اوكي، راح يبين معك فيز 1 قطعة، يعني راح ياخذها شبكة الترون. راح نعطيه ساند، اوكي، بهذا الشكل ساين، وخلاص، وننتظر توصلنا العملة إلى هنا ترانسفر سبميت. فأنا الحين قاعدة استنى توصلني، يعني 6000 الحين صارت، لازم تضل معي 6100 TRX عشان أروح أسوي على الخطة الاستثمارية حق 3 أيام، أوكي. عملة TRX 100، أنا ودعت كذلك 5 على الباسيك أكاونت والبروموشن أكاونت 100. عشان إيش؟ راح أقولكم الإيش. أولا أروح على invite،
اوكي، وراح اختار الخطة الاستثمارية اللي خبرتكم عليها اللي هي هذه 3 ايام. اوكي، بعد 3 ايام مثل ما خبرتكم راح يرجعونا المبلغ اللي هو راح يكون هنا 115. فانا راح احط هنا 100 قطعة، وهنا security password راح احط الباسورد الخاص فيني، اضغط على participate investment. اوكي، فراح يبين معك بهذا الشكل، هنا starting date يوم 3/3، end date يوم 3/6. اوكي تمام، يعني بعد 3 ايام راح يخلص، وراح اجي هنا اسوي ريدم ما بين راس مالي والربح اللي هي 15 انكام. اوكي تمام، بالنسبه للخطه. اذا تريد خطه ثانيه فهنا على invest تروح تشوف الخطط الاكبر، بس ينصح 3 ايام الى 7 ايام. باقي الخطط الاستثماريه هي 30 يوم، وهكذا مثل ما شرحت قبل شويه. الحين راح نروح على هوم. طبعا الديبوزيت بالنسبه للباسيك اكاونت فهي خطه عاديه، يعني كل يوم تاخذ نسبه ارباح مثل ما راح تشوفون حاليا. اول شيء بتروح تفعل بالخمسه تي ار اكس مينيموم، 5+1.1 عملة فيز مثل ما خبرتكم حق ترون. المجموع راح يكون عندك في المحفظة، هنا في المحفظة حق ترون 6.1 تي ار اكس لازم تبعتها الى هنا. اوكي، الحين راح نروح على ويدراو، راح نشوف ديلي ويدراو حق الباسيك اكاونت كم. فالديلي ويدراو هو 0.15، تمام، يعني كل يوم تيجي في نفس التوقيت تسحب 0.15. فالحين راح انا احاول اسحب 0.15 من عملة تاركس. راح احط هنا الادرس الخاصة فيني، اروح على ترون، بختار ريسيف من هنا. اوكي، كوبي اكاونت، اجي هنا احط الادرس الخاصة فيني، واحط الباسورد سيكوريتي باسورد، ضروري السيكوريتي باسورد تخزنه معك. فبعطيه كونفرميشن بهذا الشكل، سبميت سكسس، تمام، نقتت من فوق. بنروح نشوف اذا تمت وصولها ولا لسه، فنرجع، هذه هي تمام دخلت. اوكي، 0.15. استغلوا هذا الموقع الجديد، وان شاء الله راح يكون عليه فيديو هاي في اليوم مثل الموقع الثاني اللي نشرحه دائما. هنا التيم، طبعا اذا رحنا على التيم راح نشوف الناس حق الاحالات، في ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3. طبعا هنا الاب اذا تريد تحمل التطبيق الخاص بهم على شكل ملف ابي كي في درايف جوجل. اوكي، وهنا اللوج اوت. اذا رحنا على الماين هنا راح نشوف كذلك. اوكي، تيم شفناها، بروفيت ليست، طبعا بروفيت ليست راح نشوف كم الايداع والسحوبات اللي سويناها في الموقع. طبعا اعطانا 6000 بونس، وأودعت 5 TRX عشان الباسيك اكاونت، وهنا 100 TRX عشان البروموشن اكاونت. يعني انا كل يوم بهاي الخمسة تار اكس اللي ودعتها في الباسيك اكاونت كل يوم راح اسحب 0.15 TRX، ولكن في البروموشن اكاونت بعد 3 ايام راح اجي اسحب 115 TRX الخاصة فيني حق الاستثمار. نرجع كمان هنا ترانسفر تو باسيك، اذا انت حولت من الباسيك تو بروموشن، ممكن اذا ودعت انت في الباسيك اكاونت تريد تحولها الى بروموشن فبامكانك تسوي لها كونفرت. طبعا هنا الشير رابط احالتك ضروري، اذا عندك اصدقاء او تسوي لها بروموشنات، يعني في الفيسبوك ادز ولا يوتيوب ادز ممكن تسوي لهم بروموشنات وتجيك كتير احالات تربح من الاحالات كذلك. كوبي لينك وهكذا. اوكي، نرجع على الهوم، عفوا الماين، ونشوف ايش كمان موجود هنا. نوتيفيكيشن لازم نشرحها كذلك حق الخطط اللي خبرتكم عليها. هنا لاست انونسمنت، طبعا الناس اللي تسال الجروب الخاص بهم وهكذا راح تحصل هنا المعلومات الخاص بهم. هنا التليجرام جروب الخاص بهم اذا عندك اي استفسارات وهكذا. هنا الموقع الخاص، اوكي، هنا الوايت بيبر، وهنا ريجستر لينك، وهنا الكاستمر سيرفيس اذا تواجه مشكله في الموقع تيجي تكلمهم على التليجرام. طبعا هنا الباسيك واليت بيمنت ويدراو ديلي، يعني اذا ودعت 5 تاركس الى 999 راح تاخذ 3%، اذا ودعت 1000 راح تاخذ 3.5. بالنسبه للباسيك واليت فبامكانك تودع 5 الى 10 عشان تاخذ 3% احسن، يعني 0.15، ولكن اللي يفضل على بروموشن اكاونت وهو ربحه عالي جدا في البروموشن اكاونت، بعد 3 ايام طلع ربح مع راس المال. هنا حق الريفرر، طبعا الريفرر ليفل 1 راح تاخذ 13%، ليفل 2 5%، وليفل 3 2%. يعني المجموع الاحالات اللي ممكن تاخذها من هذا الموقع 20% على كل
إيداع تم في الموقع، هذا الموقع في بدايته، ومثل ما خبرتكم راح يكون فيه فيديوهين يوميا على اليوتيوب قناتي، ومثل ما دائما أخبركم على التليجرام تابعوني على التليجرام، كل تحديثات راح تكون بالنسبة لهذا الموقع والمواقع الثانية. طبعا هنا هوم خلاص أكون شرحنا كل شيء بالنسبة لهذا الموقع، وبالتوفيق لكم إن شاء الله. وهنا كاستمر سيرفيس كذلك، وهنا نوتيفيكيشن حقتهم، وهنا إنجليش إذا تريد تغير إلى أرابيك أو تركيش أو كذا. فأشوفكم على خير في فيديوهات لاحقة. مع السلامة.